ولا عارفين آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايق، واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره، تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. انتي ايه حكايتك بقى؟ هيكون ايه اللي وراك يعني؟ انتي مش عايزاني اجي الكباريه؟ ها ماشي براحتك، لو مش عايزه تشوفي وشي ولا خلقتي كمان براحتك، ما انت شكلك بتتهربي مني. اسمعي انا مش هكلمك تاني، لو عايزه تشوفيني تبقي بعتيلي مرسال. يلا مع السلامه. مع السلامه. جميل واسمر جميل واسمر، بيت مخضر بيت مخضر، شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة، بيقول سكر من السكر 200 مرة. أحلى تحية لكم السمن ورجال أعمالكم السمن والباشا سالم بشندي منورنا. جميل واسمر وطبعه عنيد، اقرب له يروح لبعيد، جميل واسمر وطبعه عنيد، اقرب له يروح لبعيد، بيوعدني ومالوش مواعيد، ويوم ما يجيني اتاخر، بيقول سكر بقول اكتر من السكر. جميل واسمر لكن قاسي،
يسقيني مرار كاسي ولا بيعذر ولا يواسي ولا بيعذر ولا يقدر يقول سكر من السكر ميتين مرة. خش يا روحي. انت عارف مين اللي هيتجن عشان ياخد معاك ويشوفني فيه؟ هيكون مين يعني؟ فتحي انت لسه في عمار بينك وبين الواد ده؟ انت في حد جايلك؟ لا مفيش حد اصلا يعرف طريق الشقه دي غير مجدي صاحبي. ما يمكن يكون هو. لا مجدي مسافر وجاي اخر الشهر. استنى شوف يمكن يكون حد غلط في الشقه ولا حاجه. فتحي بيه ازيك يا واد يا سالم؟ كده اما صحيح ما عندكيش كرامه. لا بتتهربي مني انا عشان الواد ده. انت ايه اللي جابك ورانا؟ ده انتوا اللي جايين ورايا. حبيت بس اجي افتكر الايام الحلوه وانتي مرميه في حضني وسالم مرمي تحت رجلي بيكرست الحجاره. ها لسه بتعرف تكرس ولا ايدك نعمت يا سالم؟ ما تخلص بقى وما تخنقنيش. لازم تعرف يا حبيبي ان الواد اللي كان بيقعد تحت رجليك ده قام وشد ووقف على حيله ودلوقتي بقى عنده مليون صبي بيعملوا له الف حساب. ولولا انك في بيتي انا كنت بعترت كرامتك وهزقتك وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليك. ايوه كده يا فني، دافع عن نفسك ونداك كلمه اديله 10. اخرس يا فجر يا الماما. ما تتقل بقى. على فكره كلامك ده لا ياكل ولا يصرف معايا. الست دي معايا يعني في حمايتي وتخصني، واذا كنت استحملت كلامك الرزل وطولة لسانك فالحد كده وكفايه يا حبيبي بدل ما هزقك وبعطر كرامتك وخليك ما تسواش ثلاثة تعريفه. تهزق مين يلا؟ انت هتنسى نفسك يا سالم ولا ايه؟ اتلم. اعلى مفخلك اركبه بس اوعى تقع من فوقيه. يلا اخويا. يلا حبيبي يلا، ورانا قعده انس وفرفشه، ما احناش ناقصينك. كان نفسي تسيبك من العنطازه دي وتعرف اني بقيت زي زيك، كنت وصلتك لغايه الباب برجليا. بس ما تستاهلهاش يا فتحي. بره بره بره. حتى تمن الرصاصه ما تستاهلهوش، بس وحياه اختك ده انا قدامك يا سالم. بالسلامه يا حلت امك. برافو عليك يا واد يا سالم، عرفت تدهم. ايه حكايه واد معاك دي يا بت؟ انا مش مالي عينيكي ولا ايه؟ ده انا المعلم سالم على سن ورمح، كوم السمن كلها تعمل لي مليون حساب من كبيرها لصغيرها. انت زعلت يا ننوس؟ ده انا بدلعك يا واد. برضه هتقول لي يا واد تاني. حقك عليا يا سالم، يا سالم بيه. لا يا حلو، بعد كده ما يتقاليش غير المعلم سالم. ويلا يلا عشان تقومي تهزلنا شويه. عايزين شويه فرفشه ورقص لغايه الصبح. يلا. عينيا. سلامة عينيكي. ماشي يا فتحي، ماشي يا حيلة أمك. ست بهيجة يا ست بهيجة، العربية جت. طب يا بنت بودن الأرنب دي، واد يا زينهو. أيوة يا ست أم فتحي، عايزة حاجة أجيبها لك؟ ما تخليش إبراهيم يطلع، خده وديه على المغلى عشان جده عايزه. بس إبراهيم عايز يدخل في الحمام. خلاص خليه يطلع يعمل هنا زي الناس وبعد كده أبقى أوديه. السلام عليكم. هذا يا ولد فين؟ سلام ورحمة الله. فين؟ تخلطوا ليه؟ أصل يمكن عايز يخش الحمام وسته صممت إن هو ياكل السندوتشات. الحمام بليل غور، امشي. على إذنك يا معلم. تعال. أنا قلقت عليك يا ابني. ده أنا كنت هكلم المدرسة عشان أسأل عليك. تأخرت أوي، خلي بالك من نفسك يا إبراهيم. قول لي يا حبيبي عايز أطمن عليك. أنت كويس في المدرسة؟ يعني إيه جدو؟ يعني لو المدرسة مثلاً اديت لك سؤال في الحساب بتعرف تجاوب عليه؟ ساعات.
ساعات والساعات التانية ايه بتبقى حمار ولا ايه؟ اسمع عاد انت. انا مش واد، انا اسمي ابراهيم. يا سلام، ده ايه الانعارة دي؟ طب بالك يا ابراهيم افندي، لو حد اشتكى منك انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا سجدو؟ هعمل ايه؟ ده انا هديك فوق دماغك. مش هتقدر. مش هقدر. مش هقدر ازاي؟ عشان ست بتقول ان انت بتحبني. يا ابن فتحي، والله غلبتني انا. تعالى ابراهيم، انا بحبك يا غالي، انا بحبك، بخاف عليك، خلي بالك من نفسك. يا مرحبا. اهلا 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 حاج بيومي. مرحبا بك يا حاج. الحقيقه انا ابو النواس كلمني عنك كتير قوي، وانا رجالته ما بيقولوا حاجه بصدقهم. كلمني عن جدعنتك وعن شهامتك وعن رجولتك، عشان كده انا قلت مفيش احسن منك يبني لي الفيلا اللي انا ناوي ابنيها ان شاء الله. وانا تحت امرك يا حاج، من عيني دي قبل عيني دي. بس الحقيقه يا معلم برضو انا كان بلغني انك متجوز الست ورده انت بشان دي، عشان كده انا قلقت منك شويه. قلقت ليه؟ خير يا حاج؟ انا ما اخبيش عليك، انا كان في ضديات بيني وبين ابوها واخواتها، وخايف لما تعرف انك بتشتغل معايا تعمل لك مشاكل. ايه؟ لا اطمن من الحياه دي يا حاج، هي ملهاش دعوه بشغلي خالص. ويا ريت ما تاخدش خبر انك بتشتغل معايا مين اساسا. كلام الحاج مظبوط يا بيومي، واللي اوله شرط اخره ايه؟ نور باذن الله. الله ينور عليك. انما انا كان بلغني ان اخوها دخل في الشم لغايه ما ربنا افتكره. ما فضلش غير اخوها سالم. اهو اخوها سالم ده هو اس الفساد. بالك الست ورده دي لو اتربت بعيد عن ابوها واخواتها كانت بقت حاجه غير كده خالص. تصدق يا حاج ان ده نفسه اللي انا كنت بفكر فيه. امال انت فكر ايه؟ الحاج عارف كل حاجه. ما تنساش يا حاج بيومي، شغلك مع الحاج هينور لك مخك وفتح لك سكك. وانا تحت امر الحاج، وانا والله استبشرت خير بالشغلانه دي. ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. الا لما اخذ يا حاج، الارض دي فين؟ بيني وبينك يا معلم، انا قدامي ثلاث حتت اراضي، عشان كده حضرتك معايا ونختار احسن واحده فيهم نبني بيها الفيلا. وما تقلقش من ناحيه الفلوس، المبلغ اللي هتطلبه ما دام في حدود المعقول مش هنختلف عليه. لا ان شاء الله مش هيبقى فيه اي خلاف بيننا. ربنا يديم المعروف. على قول ابو النواس، ربنا يديم المعروف ان شاء الله يا ابني. اسمع يالا، انا عايزك تجيب لي كام راجل كده يكونوا جامدين بيفهموا عندهم خبره. عشان ايه يا باشا؟ انت ما تسالش، انت تنفذ اللي بقول لك عليه وخلاص. انت فاهم ولا لا يا باشا؟ عشان يعملوا لك طلبك في المظبوط. عايزهم يضربوا واحده يكسروها، عايزها تتكسح، مش عايزها تعرف تقف على رجليها تاني. ماشي يا باشا، ولو عايزنا ننهي عليها هننهي. لا انا مش عايزها تموت. البت دي لو ماتت هتستريح، وانا مش عايزها تستريح. البت دي عايزها تتكسر، مش عايزها تعرف ترقص تاني، عشان تعرف مين هو فتحي العباد. نفعت فيه التربية ظالم يا غزال، حسنك كتال ظالم يا غزال ظالم. متر متر أؤمر يا سالم بيه.
يا سوزي ما رقصتش ليه الليله؟ سوزي هو سعادتك ما تعرفش؟ لا ما اعرفش ليه. الست سوزي في المستشفى. انا المستشفى الحقيقه ما اعرفش يا فندم. ما اعرفش. واسع واسع وده الحجر وراك. خلاص بقى كفايه يا ست. كفايه في عينك، انا لازم تشربهم عشان عضلاتك تكبر. تصدق فكرتني بابوك كان بينط كده من على الكنبه. اقعد اقعد عشان خاطري. اشرب دول بقى. خلاص بقى مش قادر يا ست. ما تدينيش ظهرك يا واد. هتشرب دول يعني؟ هتشرب دول؟ امسك. برافو عليك. انا عايز اسالك سؤال يا ست. اسال يا نن حين ستك. عايز تسال في ايه؟ هي ماما فين؟ ماما ميسة في البيت. ما انت عارف. انا مش عارف حاجه. طب انت عايز تعرف ايه يعني؟ ماما ميسة تبقى مامتي؟ طبعا ماما ميسة تبقى مامتك. امال يا واد هتبقى مامتي انا؟ انا مش حاسس ان هي بتحبني. امال انا مش قاعد معاها زي كل الاولاد ما بيقعدوا مع مامتهم؟ عشان يا حبيبي انا وجدك بنحبك قوي وما نقدرش نستغنى عنك، عشان كده انت قاعد معانا. يعني انت يا ست تبقي ماما وجده يبقى بابا؟ لا يا حبيبي انا ستك وبس. يعني مامتك تبقى ميسة وباباك يبقى فتحي. قولي هو انت عايز تروح تقعد معاهم؟ لا يا ست انا بحبكم قوي وعايز اقعد معاك. واحنا كمان يا ابراهيم بنحبك قوي ما نقدرش نستغنى عنك يا حبيبي. مش انا يا واد بجيب لك الحاجات الحلوه؟ ايه الرغي النهارده ده؟ يلا خد البق بقى اهم. مين اللي عمل فيكي كده يا سوزي؟ مفيش غيره هو اللي عمل كده. هو مين ده؟ المجرم فتحي العقاد. الواد ده عايز مني ايه؟ ايه؟ مفيش نسوان غيرك في البلد؟ قصدي يعني هو بيحبك للدرجة دي؟ هو طول عمره كده ما بيحبش حد ياخد حاجة منه. مين ده اللي ما بيحبش حد ياخد منه حاجة؟ لو كان كده كان غدر عليا من زمان قوي. وانت فاكر انه هيسيبك؟ خلي بالك منه يا سالم. طب يبقى يوريني كده. مش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا سوزي، وانا دلوقتي بقى لحم مر. وفتحي ده بالنسبه لي عيل سيس ملوش لازمه. انا قلت لك وانت حر شفت عمل فيا ايه. انا مش هقدر ارقص تاني بعد كده. ما تعيطيش كده. بكره ان شاء الله هتقومي بألف سلامه تبقي زي الفل. ورحمة أبويا يا سوزي، أنا عندي استعداد أسفرك بره ورجعك أحسن من الأول. كتر خيرك يا سالم، أنت دايما معايا شهم. وأنا خلاص دلوقتي ماليش حد غيرك. يا بت هو يعني قبل كده كان في حد غيري؟ يا اهلا يا اهلا بالحاجة. ده ايه النور ده؟ وانا اقول برضه وحشتيني. وحشتيني قوي يا واد. بطل اوانطه. لو انا وحشتك صحيح كنت رفعت سمعتي التليفون وسالت عليا. وبعدين تعالى هنا وانا هنط لكم كل شويه. مش انا يا واد كنت عندكم اخر الشهر اللي فات؟ بقى معقوله؟ معقوله يا اما في ام بتحب ابنها تزوره مره واحده في الشهر؟ ده اللي يسمعك بتقول كده يقول انك بتقعد في البيت على طول. دي المره اللي فاتت طنط فضلت قاعده مستنياك انك ترجع البيت ما رجعتش. انت ايه بتسخنيه عليا ولا ايه؟ انا كان عندي شغل. وبعدين يعني ما دام انت ذكيه قوي كده ليه ما كلمتنيش وقلت لي انها هنا عشان اسيب اللي في ايدي واجي جري؟ انت يا ريتك يا فتحي دايما بتفهم في الواجب كده. سيبك منها يا اما سيبك منها. بقول لك ايه، انت هتقعدي بقى تتغدي معانا النهارده؟ ها انا هطلع كده اغير هدومي هروح اضرب مشوار سريع سريع وارجع تاني. هتقعدي تتغدي ياما؟ شايفه يا طنط اهو على طول كده. مش كده يا ميسه يا بنتي؟ يو هدي خلقك شويه يا واد يا فتحي. وانا جاي اكل ولا اشرب؟ انا اللي جايبني هنا شديد القوي. الواد ابراهيم ابنك. ابراهيم؟ ماله ابراهيم ياما؟ الواد يا ضنايا مفيش في بقه اليومين دول غير مين امي الحقيقيه. مين امي الحقيقيه؟ وانا كل اللي عليا بهدي وباخده في حضني.
اقول له يا حبيبي امك تبقى ميسة هي اللي مخلفاك، يقول لي لا يا ستي دي مش امي ابدا، دي ما بتاخدنيش في حضنها ولا بتطبطب عليا ولا بحس بحنيتها ابدا. شايفه؟ شايفه عمايلك يا هانم؟ يا ابني يا حبيبي انا كل قلقي ان الحاج ابراهيم يسمع الواد بيقول الكلام ده يشخط فيه ولا يزعله، الواد يا ضنايا يتقهر. لا ياما حاج ايه اللي يزعله، ده بيموت فيه. ايوه يا حبيبي الله، ما كله خوف ابوك، ما انت عارف ان الواد يعرف مين امه الحقيقيه. ما احنا كلنا لمؤاخذه كان عشمنا كبير في ميسة ان يتعامل الواد معامله كويسه ويا كبدي تديله ريق حلو. انا عايز افهم انت ليه ما بتقعديش تتكلمي مع الولد، ليه ما بتجيبوش هنا يعيش معانا؟ طبعا ما انت مش فاضيه، خلاص حياتك بقت كلها سهرات وحفلات وعزومات. هو انا يعني كنت قلت له ما يجيش؟ مش عارفه تتعاملي معايا انك ام؟ طبعا هتجيب الاحساس ده منين؟ ده انت حتى الخلفه مش عارفه تخلفيها. هنبتدي بقى في الكلام اللي يفور الدم. لا بقول لكم ايه، انا ما بحبش الزعيق كده. اوعى يا واد، عشان خاطري يا حبيبتي عامل الواد معامله كويسه وحسسينك امه. يو يا بنتي، هو احنا مش كنا متفقين على كده؟ اوعي اوعي تقولي البني ادم ان ابراهيم ده مش ابنك. يا اختي ده كان الحاج ابراهيم جاب عليها وطيها. خلاص اطمنوا، اي حد هيسالني عن ابراهيم هقول طبعا ابراهيم ابني، اه يبقى اسمي خلفته وخلاص. ياه جرى ايه يا ميسة يا بنتي؟ لا انت مش ناويه تخلفي من فتح ابني ولا ايه؟ انت يا ابني فين البضاعة اللي انا طالبها بقالي شهر؟ ايوه بقالي شهر، 10 تلفزيونات 21 بوصة و30 تلفزيون 29 بوصة وحوالي 15 مروحة سقف. يا عم حرام عليك، انا كل يوم بيجي لي زباين للحاجات دي وما بيلاقوهاش، انت كده بتلعب في رزقي. اسمع بكره لازم الاقي البضاعه دي عندي، ماليش فيه اتصرف، طلع 10 عربيات من عندك ابعتهم على المعارض بتوعي بكره. انت سامع ولا مش سامع؟ ايوه طبعا حاسب لك فلوس، هبعت المندوب بتاعي. عارف لو البضاعه دي ما جاتش بكره كده. ما خدتش بالي كل حاجه اتغيرت. ازيك يا ورد؟ احسن منك. ايه بتبصلي كده ليه؟ تكونش لسه بتحبني؟ اللي بيحب قوي ميعرفش يكره بعد العمر ده كله؟ بعد كل اللي حصل بينا؟ بعد العمر ده كله، بعد كل اللي حصل ما بينا، هو ده الحب يا ورد؟ ولو الحب هو في نظرك كده، أمال العداوة يبقى شكلها إيه؟ إحنا
واقفين بنتكلم قدام الناس. ها اتفضلي اتفضلي يا هبه. اتفضلي اقعدي. انا عمري ما اعتبرتك عدوة حتى لما اذيتيني، لما حرقتي المغلق انتي واخواتك، ولما سرقت البضاعة بتاعتي برضو عمري ما اعتبرتك عدوة، وعمري ما كرهتك. وانت ايه اللي عرفك بقى ان انا كنت ورا كل اللي حصل لك ده؟ عشان بحبك. احنا لما سيبنا بعض، لو كنت سبتيني في حالي ما كنتيش اذيتيني، كنت ساعتها احس انك ما بقيتيش تحبيني، كنت هزعل اوي. يعني انت ما بتزعلش لما انا باذيك؟ لا، عشان هرد لك الاذيه. بس ما قدرتش لحد دلوقتي يا فتحي. مش يمكن انت المره الوحيده اللي قدرت تاذيني فيها فعلا لما خطفت ابني وقتلته. انا ماليش ايد في اللي حصل، الذنب في اب يقتل ابنه بايده؟ امال مين اللي قتله؟ برعي. برعي؟ ايوه برعي. برعي اللي ضحك عليكي وبعد كده اتجوزك. الله يسامحه بقى، اهو زمانه دلوقتي مرمي في السجن بياخد جزاؤه. عرفتي بقى اللي انا مظلوم؟ انت اللي ظلمت نفسك. ايه عاجبك؟ كلمه عجباني دي صغيره قوي على اللي في جوايا حقيقي. وبعدين مش عارف. يا فتحي، انت ناسي ان انا ست متجوزه وانت كمان راجل متجوز؟ او اللي انت بتقوليه ده اكبر دليل على انك لسه بتحبيني. تفتكر كده؟ انت ايه رايك؟ رايي ان انت واثق من نفسك قوي زنا عن اللزوم يا فتحي. انت عارفه احنا بقالنا قد ايه قاعدين بنتكلم؟ الوقت سرقني، نسيت بقى ان انا زبونه وجاي اشتري. بس يا خساره ما لقيتش عندك في المحل حاجه تستاهل اشتريها. مش يمكن المره اللي جايه تلاقي حاجه تعجبك؟ وانت فاكر ان في مره جايه؟ تيجي هنا مرة هيخليكي تيجي تاني. لو تعرفي قد ايه انا بحبك يا وردة. طيب فرحيني معاك. بنتك مروة حبلة يا حاج. ايه انت بتتكلمي حقيقي؟ ياه، وهو الكلام ده في ضحك يا حاج؟ وحياتك حبلة. طب الحمد لله. المهم هي عاملة ايه؟ اخبارها ايه؟ صحتها ايه؟ هي كويسة والحمد لله، بس الدكتور لمؤاخذة قال لها تقعد في السرير. تقعد في السرير ليه؟ هي تعبانة؟
لا يا حاج، عشان دي اول بطني يا اخويا وبكريه، فهو خايف بس على العيل. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك. انا هتبقى عجل مفرقع على الغلابه، وما تولد ان شاء الله هتبقى عجلين. ربنا يخليك لينا يا حاج ابراهيم. بس قولي لي يا بهيجه، هي البت دي لسه بتشتغل بايديها كل حاجه في البيت ولا ما حد بيساعدها يعني؟ لا يا اخويا ما فيش حد بيساعدها، وهي لازم تستريح زي ما الدكتور قال. طبعا البت لازم ترتاح، ابعت لها حد من عندك، سيبوها ترتاح كده تبقى ملكه زي امها لغايه ما ربنا يتاحها بسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك لينا يا حاج، وما يحرمنا منك ابدا. وايه لازمه الشغاله ومصاريفها؟ ما انا بعرف اعمل كل حاجه، وحتى مرات البواب بتطلع تكنس وتمسح الشقه. حبيبتي انت لازم ترتاحي تماما زي الدكتور ما قالك. الدكاتره دول بيهولوا. مروه ما تعرضنيش، وبعدين احنا دلوقتي نقدر نجيب شغال، هي انا هتكلفنا كام؟ لا هتكلفنا كتير، الشغالات دلوقتي مش زي زمان. ولو على العموم بابا كلمني وبارك لي وقال لي هيبعت لنا شغاله وهيتكفل هو باجرتها. اهدي بقى، انا مش موافق عليها خالص. ليه بس يا حبيبي؟ ليه يعني؟ هو انا مش هقدر ادفع اجره الشغاله؟ اخص عليك يا حبيبي، ما تفهمهاش كده. هي ما تتفهمش غير كده. على العموم اشكري بابا، من بكره هيكون عندك شغاله. طول عمرك دماغك ناشفه. خش. ما تنطقي يا بت، انا هفضل طول اليوم اتحايل عليك اروح امك ولا ايه؟ احلف لك بايه يا ست ورده، ما حدش وزني على المعلم هريدي، ده هو اللي حبني وما بقاش يستغنى عني. مش قادر يستغنى عنك ولا مش قادر يستغنى عن البودره اللي عودتي عليها؟ ابدا، ده هو اللي كان بيديني فلوس اجيبها له، اصلها كانت بتشد عصبه. انا الكلام ده مش داخل عليا. درغام. نعمين يا معلمه. شفتها كم مره واقفه مع مين؟ كذا مره واقفه مع المعلم ابو نواس. اللي بينك وبين المعلم ابو نواس؟ ابدا، اصل انت مش عارفه، انا عمري ما اشتريت بودره، كنت بدي الفلوس للمعلم ابو نواس استقضاها لي. وحياه امك، كدابه يا بنت، وبين 60 كدابه علينا احنا الكلام ده يا بنت. يا شمامه الاونطه دي ما تخش علينا، اتكلمي. ورحمه اخويا لو ما قلت مين لكم مفرغه التسع طلقات دول في دماغي. ابو سيدك يا ست ورده، انا ماليش ذنب. امال مين اللي انت عارفه يا بنت؟ لو قلتي لي الحقيقه هنتشلك من الوساخه اللي انت عايشه فيها دي، وهشغلك كمان معايا وهديكي 1000 جنيه في الشهر. كلمي يا بنت. ما اقدرش اتكلم. ما تقدريش تكلمي يا روح امك، تبقى انت اللي عايزه تموتي. ابعد عنها يا ترغاه، ابعد. خلاص خلاص يا ست ورده، خلاص خلاص خلاص. ايه؟ خلاص هتكلم. مين؟ المعلم ابو نواش والدكش. ما بيتاجروا في البودره؟ بصراحه انا اللي كنت بشتري البودره، بس انا عايزه اقول لك حاجه تاني. انا حاسه ان معاهم حد تاني. اللي خلاك تقولي كده؟ اصل لما اتقابلت معاهم في الاول قلت لهم الموضوع ده هيكلفكم كتير، قالوا لي مالكيش دعوه، ما الراجل هو اللي هيدفع. ليه؟ هو مش المعلم هريدي هو اللي كان بيدفع البودره؟ في الاول ما كنتش باخد منه فلوس، لما اتكيف بقى وما قدرش يستغنى بقى هو اللي يديني فلوس وانا اجيبها له. بس لما دخل المستشفى كانوا بيدفعوا كل المصاريف، حتى الفلوس اللي كان بياخدها التمرجي. كان اسمه ايه يعني؟ المعلم بيومي؟ لا مش المعلم بيومي، انا سمعتهم بينادوا اسم واحد تاني. ايوه اسمه ايه يعني؟ حاجه معقده كده. العقاد؟ ايوه هو ده العقاد. سيبيني امشي، عايز اخد سطر. دماغي دماغي، ابص رجلك جسمي بيجنني. سيبوني يا حرام عليكم. انت عليك عشتي اللي عملتيه في اخويا يا بنت الكلب. ابص رجلك يا حرام. اموت اموت، حرام عليكي. اموريني يا معلمة. خلصنا بنت الكلب ديت، ودفن جدتها في اي حته من غير ما حد ياخد باله. كله هيبقى تمام يا ست كولي. ما قلتليش يا معلم بيومي، انت ايه قولك في كام حته الارض اللي انا قلت لك عليهم دول؟ اجدع حته بتاعه المهندسين دي، تطلع لك فيلا اخر قلاده. خلاص على خيره الله، خلينا في المهندسين، سيبك من الحتتين التانيين. انت عندك مهندس يا حاج؟ مهندس منين بقى؟ ما هو البركه فيك يا عم بيومي، تشوف لي الحكايه. خلاص ما تقلقش، استأذن انا بقى. استأذن ايه؟ راح فين؟ هروح اتغدى. تروح دلوقتي؟ تخاف في المدام ولا ايه؟ ولا طبخها وحشك؟ قول لي هي طبخه لك ايه النهارده؟ يا عم هو انا بشوفها غير اخر الليل؟
الله الله خلاص يبقى نتغدى سوا النهارده بقى. لا معلش اعفيني انا المره دي. اعفيك ايه؟ ما انت بتقول ما بتشوفهاش غير اخر الليل. هناكل انا وانت سوا عندي في البيت. بيت ايه؟ لا طب نبعت نجيب اي اكل من محل او نروح احنا ناكل في محل؟ ده اسمه كلام اكل محل، يعني اكل محلات ولا اكل البيت؟ انا بقول يعني يمكن مش عاملين حسابهم ورايحين احنا كده على فجأة. صلي على النبي خير ربنا كتير، البيت جاهز دايما للضيوف. اه يا حاج ايوه انا جاي على الغدا اهو. ده انا حتى معايا الراجل المعلم بيومي الجامد. الحاجه بتقول لك تآنس وتشرف، عندنا شويه عصبان يستاهلوا بقك. سامي وامسك ده يا عم الحاج. ايه ده؟ بسبوسه وكنافه؟ والله ما في مطرح في بطني بعد الاكله الممكن اللي احنا كلناها دي يا حاج. يا عم صلى على النبي وكل، وبعدين ابقى احبس بالشاي. ما عادش واخد منها حاجه يا عم الحاج. على رايك ما حدش واخد منها حاجه غير السمعه الطيبه. هو انت ما عندكش حاجه يا حاج؟ لا ما عنديش يا حاج، وده اللي مزعلني. يا سبحان الله، ليه عدم مؤاخذه هي الست بتاعتك ما بتخلفش؟ بتخلف، ده حتى كان عندها عيل ومات. اه والله ده انا سمعت كده. امال عدم مؤاخذه هي ما بتحنش عليك ولو بعيل ليه يعني؟ وهي فضيالي يا حاج، قال ايه على طول مشغوله مع اللي ما يتسموا اخواتها. بيني وبينك يا حاج انا حمدت ربنا ان ربنا خد واحد فيهم، ولو انه كان الطيب ما فضلش غير اللي ما يتسمى الابليس ده. الابليس اكيد قصدك على الواد سالم. هو بعينه الاكيد. الواد ده طول عمري انا ما بطيقوش، انا ما كنتش بشغله عندي غير عشان ابوه بس. ولو ان بيني وبينك انا سامع والعياذ بالله انه شغال في الصنف وشابك اخته معاه، وانا خايف لا يوديها في داهيه. اسكت يا حاج اسكت، انا متجوزها بالاسم بس. اعوذ بالله، يعني ايه بالاسم بس؟ يعني كل ليله ترجع لي مهدوده اخر الليل ومش عايزه تخلف، وانا عارف هي مش عايزه تخلف. ليه؟ ليه يا عمنا؟ خايفه يا سيدي، خايفه للخلفه تشغلها عن شغلها مع اخواتها. انا خايف الكلام ده يشغلك عن البسبوسه وما تاكلش. كل يا عمنا كل. ما انا قلت لك يا حاج مفيش مكان من بعد الاكله المكن اللي كلناها. يا عم صلى على النبي وحلي مع الشاي. انا اصلي عندي كلمتين عايز اقولهم لك. على فكره يعني الواد اخوها ده لو جات له مصيبه خدته هتتحل كل مشاكلك. اول هام مش هيشتغل في الصنف، عشان كده مراتك مش هتشتغل معاه، هتفضلك. ساعتها لو عوزت تجيب منها دست تقال هجيبهم لك. يا ريت يا حاج، ده انا بدعي ربنا ليل ونهار انه يخلصني منه. طب ما هو بايدك انت تعملها بنفسك. حقيقي يا حاج؟ وفي ثانيه واحده. طب ازاي؟ نورني. قولي الاول، هي مراتك تعرف ان في شغل بيني وبينك؟ لا 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 لا، ولا تعرف حاجه. هي كل اللي يهمها بس هات فلوس هات فلوس هات فلوس. ليه؟ هي مش بتكسب من ورا تجاره الصنف مع اخوها؟ الواد بيلهف كل المكسب ومضيعه على المسخره. انا سمعت ان هو مصاحب واحد رقاصه بيصرف عليها دم قلبه، وسمعت كمان انهم طلعوا عليها وشوهوها وهي راقده في المستشفى. اعوذ بالله، تلاقيه هو اللي كرر عليها العلامه الصيعة دي. حاكم الواد ده طول عمره رمه. انما ما قلتليش يا حاج اخلص منه ازاي. اقول لك يا عم الحاج، وبعدين يا سالم هنسيب الدكشة ونواس بعد اللي عرفناه؟ عايزه تعملي ايه؟ ننتقم لاخوك هريدي. انت مش خلصت على البت يا ورده؟ البت مش كفايه، هما اللي وزوها عليه. بقول لك ايه يا اختي، من الاخر كده لو عايزه تنتقمي يبقى ننتقم من راس الكبير العقد ذات نفسه. انت مش قلتي لي ان هو اللي خطط ودفع الفلوس؟ يبقى هو اللي يحاسب على الطلبات. نخلص الاول على الرجاله بتاعته، ولما تيجي الفرصه نخلص منه هو كمان. موافق يا اختي، بس انا من رايي نستنى شويه. البنت سمره لسه ريحتها فايحه. مش ورا بعض يا اختي، دول بني ادمين مش فراخ.
تلائم لك يا ريت يا اخويا. قول لي بقى، هو عنده كام شقه؟ اللي اعرفه سعادتك ان هما كانوا ثلاث شقق، واحده لمؤاخذه في كوم السمن، واتنين في الزمالك، بينهم واحده كان واخدها المعلم برعي لمراته ورده لما اتجوزها. والمعلم برعي مش كان بيتاجر في المخدرات؟ الشهادة لله يا باشا سعادتك انا ما اعرفش بالظبط يعني. انا كل اللي اعرفه انه كان متجوز المعلمه ورده، وبعدين لمؤاخذه لما دخل السجن وعرفت انه كان بيتاجر في المخدرات طلقته، وبعد كده اتجوزت المعلم بيومي. وده تاجر مخدرات برضو؟ لا لا يا باشا سعادتك، المعلم بيومي لا، ده مقاول كبير يا باشا، ملوش في الكارده خالص. طب اقعد شعبان وقت وقت. ماشي يا باشا، اتفضل سعادتك. ما يمكن بيشتغل مع سالم من تحت لتحت؟ لا 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 يا باشا لا لا. ومالك متاكد قوي كده ليه؟ انا عارف يا باشا سعادتك انا عارف. طب سيبنا بقى من الموضوع ده. تعرف سالم بيخبي المخدرات فين؟ شقة الزمالك يا باشا سعادتك. الشقة اللي لمؤاخذة كان واخدها عشان يشوف فيها مزاجه. انت رحت الشقة دي؟ اه طبعا يا باشا، ايه اللي رحتها؟ رحتها كتير قوي سعادتك، انا كنت بخدم عليه فيها، خصوصا لما يجي له ضيوف او حد من اصحابه. قول لي يا شعبان، شفت المخدرات في قلب الشقة دي؟ طبعا يا باشا شفتها. ايه اللي شفتها سعادتك؟ ده كل يوم الصبح لازم يروح الشقه عشان يجيب لوازمه من هناك لمؤاخذه عشان يدور الدولاب. يدور الدولاب؟ قلت لي بيروح الصبح الساعه كام؟ على فين يا سالم؟ وده ايه ده بقى؟ الله، ده صنف مفتخر قوي. انزل يا معلم. زحمة
شاهد تفاصيلها.